يكون المدرب احمد فران. يا هلا يا هلا كوتش، ما حلوه بلاك. تسلم كوتش. كوتش بدي اقول لك يعني يلي بيتابع الشوط الاول بشوف انه فريق الرياضي ما عم يلاقي حاله ابدا، كان لا بالريباوندز بالتورن اوفرز خاصة، كانوا عم يقدروا يسيطروا عليكم بالدفاع، عم يسبقوكم على كل الطابات بالكاركتر السريع اللي لعب فيه المدرب جوم جاعس. كيف صلحت الوضع وقلبت كل شيء؟ بياس انا متوقع هالبداية، من وقت بطولة اسيا ما قدرنا نخوض ولا مباراة، هم انتم جايين من بطولة قوية وجيم شيك، فتوقعت انا سلو ستارت تبعولنا، عدلنا شغلنا على الديفنس، صرنا عم نعمل تراب على البيك اند رول، سيطرنا على الريباوند، صرنا عم ناخذ ايزي باسكت، واليوم مارك لاينز ارجع المعدن تبعه، شو بده يعطي؟ فكانت سلو ستارت وطعم الربح بهالطريقه احلى بكثير، داون 13 ترجع تربح 17 بيج جيم، ام سو براود، وبعد في كثير مساحه لنتحسن اكثر واكثر. يعني واضح جدا مارك لاينز شفناه اصلا ببطوله انديه اسيا يراكب مع الفريق 100%. اسماعيل احمد مش هنحكي يعني معروف، الله يحميه، يعني جاي من اصابه، صاروا ما تمرن معنا 28 ايلول. اليوم شفنا كريس اوبك، يعني دوره منه كثير كبير بعد بالفريق من الناحيه الهجوميه على الاقل، بالديفنس شفناه عم يقدر يساعدكم. هذا ستايل بدي اياه، ما بدي سنتريه تفتي، بدي واحد يلم ريباوند، يمكن لقط شي 8 ريباوند اكثر. اليوم هو اول افضل ريباوندر بالجيم، هو حتى على اللي ابس اخر شيء صاروا الهومنتمن صعب اللي اب تبعيتهم. قدمنا مباراة كبيرة بالشوط الثاني، برجع بقول لك حنتحسن أكثر، وهيدي شخصية الفريق هالسنة، عندنا روتيشن غياس إذا انتبهت، عملنا روتيشن 10 بلايرز صح، ولا أي فريق بعتقد حيعملها هالدوري بالدوري هالسنة، سو نحن كنا عملنا ديب بنش كرمال هاللحظات. أنا بدي أقول لك مبروك، وبدي أقول لكم إنه الرياضي أول مرة بفوز بنهائي بهالملعب، لأنه صح أول مرة بنربح يعني صرنا كأس لبنان وصرنا كأس بيبلوس مع بيبلوس، يعني اليوم كسرته الحمد لله، هيدي القعدة بمجمع نهاد نوفل. بدي أقول لك مبروك مبروك.